كتير منسمع بمقولة ومن الحب ما قتل، ومنرددها بمواقف منشوف فيها حب بطريقة جنونية، بس قلال يلي بيعرفوا شو قصة هالمقولة. الحكاية ارتبطت بالشاعر عبد الملك الأصمعي يلي كان يحب يتجول بالبوادي كتير، وأثناء تجواله بأحد المرات مر بجنب صخرة محفور عليها هالبيت الشعر: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. الأصمعي حب يرد على صاحب هالبيت ونقش على نفس الصخرة: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. باليوم يلي بعده راح الأصمعي على نفس هي الصخرة، ولاحظ وجود بيت من الشعر مكتوب أسفل البيت يلي كتبه باليوم السابق: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. ويلي صار أنه الأصمعي شاف بيت الشعر باليوم التالي، وكمان رد عليه وقال: إذا لم يجدي الفتى صبراً لكتمان أمره، فليس له شيء سوى الموت ينفع. وبعد بكم يوم وجدوا شاب مقتول أمام الصخرة يلي مكتوب عليها كل هالأبيات، وتبين أنه هذا هو الشاب يلي عم يتبادل الشعر مع الأصمعي. أخذ بنصيحة الأصمعي وقتل نفسه، وقبل ما ينتحر كتب على الصخرة بيتين من الشعر قال فيهم: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى كل من كان للوصل يمنع. هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع. بعد هي الحادثة قال الأصمعي: ومن الحب ما قتل. وبعد صار يتداول الناس هالمقولة بحالات الحب الشديدة ليومنا هذا.